ردع يا ابو علاوي، ما بغيت برهوت يجلس عند قبال، ومن بعد اليوم يا غداء يا عشاء، ومات بالنسبه للكلام. شوف يا اخي، وان شاء الله احنا باذن الله من القليوه، قليوه كبيره جدا في القاهره في مصر، بتمويل من الشيخ المهندس. انا مؤهلات. طيب عندك ابو الضو انت؟ ايه مؤهلاته في العده والشبواني؟ معك ابو القنابل.